أنتم في المنتصف من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم، أنا ليلى الشيخلي. وأنا عبد السلام محمد، نصحبكم في جولة نتابع فيها آخر تطورات اليوم ونرصد الأحداث لحظة وقوعها. لدينا العديد من القصص من أنحاء العالم، البداية بالعناوين معك ليلى. نعم، نبدأ معكم هذه الساعة بالأحداث التي تتصدر أخبارنا، ونتابع في أفغانستان انفجاران أعقبهما تبادل لإطلاق النار أمام أكبر مستشفى عسكري في العاصمة الأفغانية، 19 قتيلا وأكثر من 40 مصابا، حصيلة أولية للحادث. ونطل على جهود حل الأزمة في السودان، فيلتمان مرة أخرى في الخرطوم، متابعة لجهود أمريكية تتقاطع مع مبادرات أخرى، ورفض من قوى مدنية لأي حلول قبل العودة للوضع في 24 من أكتوبر. والأزمة بين لبنان ودول خليجية عدة، جهود دبلوماسية على هامش قمة المناخ، رئيس الوزراء اللبناني يلتقي بلينكن، ومكتب ميقات يقول إن واشنطن أكدت دعمها جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الاستقرار. في قصتنا العربية المحلية في الساعة الأولى نرصد صرخة مدوية لمنظمة أنقذوا الأطفال. شهر أكتوبر هو الأكثر دموية للمدنيين في المأرب، بينما تتزايد أعداد النازحين من المدينة على وقع المعارك. وإلى هذه أبرز الملفات التي شغلت العالم اليوم، لكنها ليست الوحيدة. عبد السلام. بالفعل ليلى، لدينا المزيد في جولة المنتصف، حيث حدثنا المباشر من مدينة غلاسكو حيث تعقد قمة المناخ، وسيكون معنا مباشرة من هناك بيتري تالس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. من منصات التواصل نرصد يد الردى تمتد إلى رضيع عجز والده عن توفير حضانة له في طرابلس بعد أن تحول البحث عن دواء إلى عادة يومية لآلاف من اللبنانيين. وسنتابع لاحقا في جولتنا بعد تهديدات من جبهة تحرير تيغراي بالزحف نحو أديس أبابا، إدارة العاصمة تتخذ إجراءات لتنظيم وجود السلاح في أيدي المواطنين. وفي إطلالتنا الرياضية يصحبنا حمزة الراضي في قراءة لأبرز مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. بالفعل عبد السلام، سنكون على موعد مع جولة حاسمة سنتعرف خلالها اليوم على بعض الفرق المتأهلة لدور الـ16. وفي أبرز المواجهات، برشلونة الإسباني تحت قيادة فنية جديدة يستضيف دينامو كييف الأوكراني سعيا نحو انتصاره الثاني على التوالي. إذن نبدأ المنتصف من أفغانستان، تحديدا العاصمة كابول التي شهدت يوما داميا بعد وقوع